السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. لنفترض ان انت عندك مركز بيدير الكورسات، بيدي كورسات، تمام؟ ففي طلاب بتيجي عندك او ناس بتيجي تاخد عندك كورسات، فالناس بتيجي تتعلم وهكذا. ففي وسط الناس دي حصل مشكلة، مثلا ان في واحد بيجي يعمل سلوكه مش كويس، بيجي يتخانق، بيجي يزعق، بيجي يعمل مشاكل، فانت حطيته في بلاك ليست. ايه اللي يعرفك لو الراجل ده جالك كمان 3 شهور او 4 شهور؟ ازاي تعرف ان هو لسه في البلاك ليست او لسه ستيل في البلاك ليست، او ان هو كان بلاك ليست عشان الكومنت بتاعه كذا؟ او قيس بقى على كده كذا حاجة. مثلا عندك مثلا عميل بيعمل مشاكل كتير لما بيجي لك المحل، فانت بتسجل كل بيانات العملاء في شيت اكسل، وليكن مثلا محل مطعم مثلا ولا حاجة، مطعم، فالمطعم ده بيسجل كل الناس اللي عنده، يعني بيسجل مثلا حاجات اللي بتجيله الدليفري، اللي هو بيسجل الاستاذ فلان الفلاني طلع له اكل في حتة الفلانية، بس في ناس بتطلب حاجات بس ما يعني ما بي يعني ما بتدفعش، او ان هي ما بتستلمش الاوردر، فهو بيحطهم في البلاك ليست. ايه اللي يضمنك او ايه اللي يعرفك ان هو لما يجي يرجع يكلمك تاني تبقى انت حاطه في البلاك ليست، وتبقى عارف ان هو في البلاك ليست علشان ما تبعتلوش اوردر وفي الاخر برضو الاوردر يكنسل وتروح عليك فلوسك وهكذا؟ كل ده هتعرفه ان شاء الله في الفيديو ده النهارده، وان شاء الله كل حاجه هتعرفها باذن واحد احد عن ازاي تحدد القيم المتشابهه او المتطابقه علشان تعرف تفرق ما بين العميل الكويس والعميل اللي هو البلاك ليست، او اي حاجه يعني، او تعرف اي قيم متطابقه وخلاص. مش لازم انا بكلمك كل ده، كان على مثال بس. فتابعوا الفيديو ده ان شاء الله، انا خلاص اهو بعمله دلوقتي، اهو تابعوني دلوقتي، تابعوني بعمله دلوقتي، يعني تابعوا دلوقتي، يعني كملوا معايا الفيديو وهتشوفوا الفيديو باذن واحد احد. فأنا معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، ويلا نروح للفيديو. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا جايب لك دلوقتي كمثال حقيقي إن أنت إزاي تعرف اللي جاي لك ده إذا كان ده بلاك ليست كان عندك قبل كده وعمل مشاكل ولا لأ. بص، في شيت كده أهو، شيت بسيط خالص، يعني أنت بقى تجربه على يعني على الداتا اللي عندك. دي اسامي الناس اللي عندي، ودي الكورسات اللي كانوا بياخدوها، يعني مثلا مينا جورج بياخد فوتوغرافي، محمد فتحي بياخد كورس اسبانيش وهكذا. بس وليكن مثلا محمد فتحي ان هو الكورس بتاع ان هو بلاك ليست، ان الراجل ده دخل في بلاك ليست بطريقه ما، ان هو عمل مشاكل، عمل خناقات، عمل اي حاجه، فالراجل ده اتحط في بلاك ليست. ايه اللي يضمني ان محمد فتحي ده ما يجيليش كمان شهرين ثلاثه ويجي يقول لك ايه، انا عايز ادخل كاخد كورس عندك وانا كده كده لسه جديد؟ فانت لازم يبقى عندك سيستم محكم الدنيا شويه. بص بقى في الشيت ده، انا ان شاء الله ان شاء الله اوريك الحاجه دي. بص، دي اسامي الناس اللي عندك، لازم يبقى في تو سيناريو. السيناريو الاولاني، وده سيناريو بسيط وبحس ان هو سيناريو يعني عادي جدا، اللي انت بتحط البلاك ليست كلهم في شيت لوحده، واي حد بيجي جديد عايز يعني يقدم في الكورس فانت تاخد اسمه او رقم تليفونه وتدور بيه في الشيت بتاع البلاك ليست، اللي هو اللي انت عامله البلاك ليست لوحده. وده بحس ان هو طريقه الى حد ما مش قد كده، مش قويه. ليه؟ لان ممكن لو جاي لك باتش كبير مثلا 20 30 واحد، هتقعد تمسك واحد واحد تدور بيه؟ لا طبعا. فانت بتبقى عايز تعمل حاجه مور افيشنت، يعني اللي هي حاجه قويه وحاجه فعاله. بص بقى، انت لازم يبقى عندك ماستر شيت كامل، يعني داتا، يعني شيت يبقى شايل كل الداتا اللي عندك كلها. بمعنى ان مثلا يبقى مش ما يبقاش عندك كورس للفوتوغرافي لوحده، او في التصوير لوحده، للغات لوحده، او السوفت وير لوحده، لا، يبقى عندك يعني شيت شامل كل الناس دي كلها. ايه اللي هيحصل؟ هوريك بقى دلوقتي. الشيت ده كده في كل الناس، ما فيهوش اي لون، ما فيهوش اي حاجه. بص بقى، ركز في الحته اللي انا جايه دي. لو انا جيت وقفت هنا كده، وقفت على الاي دي كده، وجيت على هوم، ودوست على كونديشنال فورماتنج. الايقونه دي يا جماعه ايقونه الهايلايت، ازاي تعمل لك هايلايت على السيل، تعمل زي الوانات كده. هقول لك دي ليه. بص، هندوس على كونديشنال فورماتنج، هندوس على هايلايت. هايلايت سيل، هايلايت اللي انت بتعمل للسيل دي بتلونها، اللي هو الهايلايت اللي هي الدوبليكيت فاليوز. دوبليكيت فاليوز دي يعني دوبليكيشن، يعني اللي هم شبه بعض. دوبليكيت يعني شبه بعض، دوبليكيشن. فانت تعمل على الدوبليكيت فاليوز وتدوس اوكي. اوكي، مفيش اي لون حصل، تمام. لو انا دلوقتي دخلت، انا جايب اسم مثلا واحد جديد، ولكن زي اسم شادي سعيد، ده واحد جاي جديد وعايز يقدم عندنا في الكورس، او عايز يقدم عندك في الـ في الـ في الـ في الـ في السنتر. فانت هتاخده كده كوبي وبتحطه هنا عادي، اللي هو هنا تحت هنا عشان يتضاف، صح؟ هندوس عليه كليك يمين، ندوس كده، اوبا، لون احمر. الراجل ده لون احمر. طب لون احمر مع مين؟ لون احمر ندوس نطلع في شادي اهو. شادي اهو،
في البلاك ليست. فهمت قصدي؟ لون احمر فانت اول ما بيلون احمر فانت بتشوف لون احمر ليه، فانت يبقى لو لون احمر يبقى كده الراجل ده جه قبل كده مرتين، يبقى اسمه متسجل مرتين، فانت بتشوف اسمه بقى هل ده اسمه اكتف ولا بلاك ليست. اكتف اللي هو راجل شغال وراجل محترم وبيشتغل، او بلاك ليست الراجل بتاع مشاكل. فانا اول ما جيت حطيت شادي هنا قال لك ايه ده بلاك ليست، اوبا فكده انت مش هينفع تدخل او تضيفه عندك في الكورس. هو ده بقى الفكره. تمام، انت بنمسح دي كده، نجيب مثلا اسم تاني، نجيب مثلا ليكون محمد بدر، محمد بدر الدين، هندوس كده ونحطه تحت كده اهو. اه نور اهو، نور بالاحمر، هي دي النور بالاحمر دي ان هو بقى بلاك ليست، عشان هو انت كنت كاتب في الستيتس بتاعته ان هو بلاك ليست. تمام، طب انت دلوقتي عايز تعلم على كل البلاك ليست اللي موجودين في الشيت ده، عايز تعمل لهم لون احمر او تعمل لهم هايلايت. هتيجي تقف هنا كده على الكولوم كله، على العمود كله، العمود اسمه كولوم، على رقم السي دي كده، وندوس كونديشنال فورماتنج، هايلايت ايكوال تو اللي بيساوي لي، يعني عايز اعمل هايلايت ايكوال تو اللي يعني بيساوي الجمله اللي انا هكتبها له ايكوال تو، ونكتب بلاك ليست. حتى اول ما بكتب بيبتدي ينورها. انت بقى عايز ممكن تخليها يلو، ممكن تخليها جرين، ممكن تخليها بقى كاستم اللي انت بقى تعدلها يعني بذوقك. يعني مثلا اهي استنى بس هو بيحمل، هنيجي على فيل دي كده ونخليه باللون الاحمر الدارك، الاحمر جامد جدا اهو، دوس اوكي بقى بلاك ليست. فهمت بقى قصدي ايه؟ الفكره ان هو ده اللي انت هتعرف تقفش بيه العملاء اللي هم مش كويسين، او الناس اللي كانوا جايين زباين مش كويسين ككلاينت، او عايز تمسك بيه الناس اللي بقول لك في السنتر، او عايز من الاخر تدور على الدوبليكيت فاليوز اللي هي الحاجات اللي شبه بعض بس ما تمسحهاش. يعني في ناس بتمسحها، يعني مثلا هقول لك انا على حاجه، انت عايز تمسح البلاك ليست بس خليها بلاك ليست واحد، هتيجي تقف هنا كده وندوس على داتا وندوس على ريموف دوبليكيت، ريموف دوبليكيت اللي هي كل الدوبليكيت يتشال ما عدا واحده بس، هندوس عليها كده، هندوس اكسباند يس، وهنختار رقم الستيتس دي، هندوس اوكي، ما بقاش فاضل غير بلاك ليست واحده بس، مفيش غير بلاك ليست واحده، ما هي دي بلاك ليست الواحده. طب هنرجع تاني اهو عشان احنا كنا عاملين بلاك ليست بالاحمر بس، لكن انت بتبقى عايز تعمل هايلايت على الدوبليكيت وهم موجودين ما تمسحهمش. ريموف دوبليكيت اللي هي في الداتا دي، في الداتا دي بتاعه اللي انت تمسح كل الدوبليكيشن وتخلي واحد بس منهم. اما الريمو الكونديشنال فورماتنج دي والهايلايت والدوبليكيت سيل الفاليوز دي بتعمل لك هايلايت على اللي موجودين بس ما بتمسحهمش، بتعمل لك الوان يقول لك ده شبه ده، ده شبه ده، ده شبه ده. بس كده. فاتمنى لو الفيديو عجبك معلش اتمنى لو الفيديو عجبك اتمنى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناه، وان شاء الله ان شاء الله افيدكم بكل جديد. ولو في حاجه حضرتك عايز تكتبها لي في كومنتات اكتبها لي في كومنتات، وباذن واحد احد هكون معاك وهلبي لك طلباتك. شكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.